السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. كتير مننا يعرف أهمية بر الوالدين وهم عايشين وعارفين خطورة حقوق الوالدين. هتلاقي معظمنا بيجتهد أنه يكون بار بأبوه وأمه لأنه الحقيقة هم جنتك ونارك، وطول ما هم عايشين ربنا يديهم الصحة دايما بنبقى مركزين في برهم. لكن السؤال، هل التركيز ده بيكون بنفس الدرجة بعد وفاتهم؟ إزاي نبر والدينا بعد وفاتهم؟ ده اللي هنتكلم فيه مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ أحمد. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. امين يا رب. ربنا يسترك يا شيخ احمد ويحسن خاتمتنا جميعا يا رب. امين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وبنتكلم على بر الوالدين بعد وفاته. الحمد لله، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلمنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم آمين. اتكلمنا كتير في بر الوالدين حال الحياة، لكن حال الموت بعد الموت، هل في بر بعد الموت ولا ما فيش بر بعد الموت؟ وللأسف الشديد إن كتير من الناس، مش عاوز أقول كتير، البعض، خلينا بس عشان يعني إيه نقول البعض، ربما بعد ما يموت الميت ممكن يبقى متذكره سنة سنتين ثلاثة، وبعد كده بيبدأ هذه الذكرى تتلاشى، ويبدأ بيبقى كأن الإنسان في طي النسيان. ممكن اللهم اغفر له وارحمه كده لما تيجي السيرة بس، لكن كأن وكأن الشرع الشريف أراد من الإنسان أن يكون دائما موصولا بأبويه، يكون على طول موصول بهم، فموصول بهم أن هم يشعر بهم دائما ليل نهار. يبقى وهو قاعد كده فاكر، لما يجي ياكل بيفتكر طعام امه، لما يبقى قاعد القعده الحلوه دي يبقى فاكر كلام والده كان عامل ازاي، وهو راح يصلي فاكر والده كان بياخده ازاي مع المسجد، لما يبقى قاعد مع اطفاله يفتكر ده انا كنت بقعد مع بابا او مع ماما بنفس الطريقه كده وكنت بتكلم معاهم وكنت ببسط قوي، ولادي دلوقتي عاوز ادخل الحنان على اولادي، فأنا محتاج إن أنا أدخل الفرحة على أبي وأمي هم في القبر. عشان كده ربنا تبارك وتعالى أمرنا اللي احنا ندعي للأب والأم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، الرحمة في الدنيا وهم عايشين حتى بعد الوفاة. والعلماء لهم فهم عميق جدا في المسألة دي، كسيدنا مجاهد مثلا تلميذ سيدنا عبد الله بن عباس بيقول لما ربنا قال أن اشكر لي ولوالديك، الشكر لله بيكون بأداء فرائض الله عز وجل. يعني أنا عندي كم صلاة؟ خمس صلوات، خمس فرائض، فبصلي الصبح وأنا بشكر، يبقى ده شكر الله تبارك وتعالى. قال وانت بتصلي بقى يبقى تشكر أيضا لوالديك، أن اشكر لي لله ولوالديك، خلاص أن اشكر لي ولوالديك. فهنا يتطلب للإنسان أنه هو يدعي مع كل فرض ان هو وقل رب ارحمهما كما ربنا صغير. ده فهم عظيم جدا للعلماء. وانت بتصلي الظهر بتعمل الكلام ده شكر، طب لما بتصوم رمضان ده شكر، طب لما بتطلع صدقه ده شكر لله تعالى، وانت بتطلع وتعمل كل خير ادعي لمين؟ ادعي لابيك وامك. وهنا عشان تخليك يبقى فيه هنا الصله على طول موجوده، يبقى انت مرتبط دائما ما تنساش، لان الشرع بيحتاج بيخلي الانسان ان هو دائما ان يكون موصول بابويه، لان هم سبب الحياه، هم السبب في اللي انا ابقى موجود وعايش في هذه الدنيا اللي هو الاب والام. ومن هنا النبي عليه الصلاه والسلام كان في الصحيح من حديث ابي هريره قال اذا مات ابن ادم او اذا مات الانسان انقطع عمله الا ايه؟ الا من ثلاث. اول حاجه صدقه ايه؟ جاريه او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. وهنا احنا نحث كل الاباء، انت في النهايه دي البذره اللي انت زرعتها، فانت هتحصدها. لو انت زرعتها بالشر هتحصدها شر، لو زرعتها بالخير ونمتها بالبركه والنماء ربنا هيبارك فيها ونمتها بالتعليم الصحيح اللي هو الولد الطفل ده، هيجي في النهايه هتذكرك بالايه؟ بالخير، ويقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ويبقى حاسس قوي ان هو محتاج، ان ابويا وامي دلوقتي محتاجين دعوه صالحه، فاقوم اصلي واسجد لله تبارك وتعالى، لان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فادعو لمين؟
أدعو لأبي وأمي. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واحد راح له كده قال يا رسول الله، شوف الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث قبل ما أقول الحديث الآخر ده، ترفع للميت بعد موته درجة. تلاقي الميت كده إيه، هو في درجة فيروح طالع درجة كده في الجنة. فالميت يستغرب يقول له يا رب إيه ده، يعني ده بسبب إيه؟ فيقول الله عز وجل ولدك استغفر لك. يبقى احنا هنا تخيلي بقى لو كل ولد بيدعو لأبيه بالطريقة دي، لو كل ولد بيبدأ يتصدق لأبيه. طيب الحاجة التانية اللي هو أنا محتاج اللي أنا أبر أبويا بعد أو أمي بعد الوفاة، أعمل إيه؟ شوف هما كان عليهم صيام ولا ما كانش عليهم صيام، دي مهمة جدا، لأن كتير من الناس للأسف الشديد ممكن أبوه يكون في مرض ودخل عليه رمضان وما صامش رمضان، أو الأم وبعدين مات وبينسى بقى. يعني هو مثلا لو عليهم صلاة أو صيام، يعني بالذات اللي هي العبادات الأساسية دي، هذكر دي حاجة مهمة وبيجينا أسئلة عليها كتير. الصلاة لأ، الصلاة لأ، يستغفر له. طب ولو الصيام هو خلاف بين العلماء، يعني مثلا الصيام رمضان اللي قال عليه إن هو من مات وعليه صيام صام عنه وليه هو الإمام الشافعي رحمه الله، يعني في رواية عند الإمام الشافعي، الشافعي له قولان في المسألة، قال يصوم خلاص. الإمام أحمد رحمه الله وغيره قال لك لا، يصوم ما نذره حال حياته، يعني هو كان بيقول لله علي ندر، لو أنا مش عارف حصل كذا لصوم من كذا، الندر دون رمضان. جمهور أهل العلم قال لك لا ما يصومش، يعني الحنفية يعني. والمالكية قال لك ما يصومش، وده مذهب عائشة ومذهب الحسن البصري ومذهب الليث ومذهب كثير من أهل العلم وجمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طب نعمل إيه وهو عليه صيام؟ قالوا يطعم عنه، عن كل يوم يطلع إيه، يطلع مسكين. طب ويطلع مسكين، قال لك أصل فيها فايدة تانية، يعود النفع أيضا على مين؟ المسكين، على الفقير. اللي انت بتطعم الإيه؟ الفقير. فاحنا يا جماعة دلوقتي من باب البر كل واحد يشوف هو باباه كان عليه صيام ولا لأ، طب مامته كانت عليها صيام ولا لأ، طب عليهم صيام نعمل إيه؟ طلع كفر كل يوم تطعم إيه؟ تطعم مسكين. قد إيه المسكين بقى؟ 10 جنيه تقريبا، 15 حسب ما يتوصل ليك، ربنا يبارك فيك إن شاء الله. من الحاجات التانية اللي هو التصدق عنهما، وهنا في شوية أحاديث كلنا عارفين بقى إيه اللي هو ولد صالح يدعو له، وإحنا عارفين إن هو الصدقة الجارية، لكن الولد يتصدق. طب هيتصدق إزاي؟ الحديث حديث عبد الله بن عباس إن راجل رايح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له يا رسول الله إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ أنا ينفع اللي أنا أتصدق؟ ويجي كتير كده، وأنا لو تصدقت عن أمي وأبي ده هينفعها إن شاء الله ولا لأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال يا رسول الله فإن لي مخرفا، اللي هو الثمار النخل يعني، أشهدك يا رسول الله أني تصدقت به عنها. خلاص يبقى ده كله إيه؟ لله تبارك وتعالى، وده ثواب يروح لمين؟ يروح لأمي. واحد رايح تاني للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، يعني ماتت فجأة، يبقى اللسانية كده ومات فجأة ولم توصي، وأظنها يا رسول الله لو كانت حية لأوسط، يعني أوسط اللي احنا نتصدق عن، أينفعها ذلك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فتصدق إيه؟ فتصدق عنها. يبقى احنا كل ده، يبقى أول حاجة يا جماعة من أبواب البر اللي انت تدعو. أدعو إزاي؟ احنا قلنا هو بقى زي ما ربنا قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، اشكر لله تبارك وتعالى في كل فرض، كل خير بتعمله، ومع كل خير تعمل ايه؟ تدعي لأبيك وأمك. الحاجة التانية فتش وشوف واسأل، هو كان عليهم صيام ولا ما كانش عليهم صيام؟ طب كان عليهم دين ولا ما كانش عليهم دين؟ ده مهم جدا المسائل دي. عليهم دين؟ عليهم دين، حاول بقدر الإمكان انت طلع طلع. طب انا لو انا والورثة طلع، لو عنده مال طلع من المال. طب خلاص ده المال بقى تتورث والدنيا راحت والدنيا كلها، نعمل ايه؟ قال لك لا، انت حاول لو انت بر بابيك وامك حاول تعمل ايه، لان النفس بتبقى محبوسه يوم القيامه، سبحان الله، محبوسه ليه؟ حتى يقضى هذا الايه، هذا الدين. ومظالم العباد امر صعب جدا طبعا، يعني بينك وبين ربك الامر بيكون سهل ان شاء الله، رب الغفور الرحيم ودود سبحانه جل وعلا، لكن المظلمه ما بينك وبين العباد لا، المساله بيبقى فيها ايه، صعوبيه شويه. الحاجه الثانيه اللي هو شوف الحديث جميل قوي، يقول له احد الصحابه بيقول احنا قاعدين في يوم كده مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، جاء رجل من بني سلمة فقال له رسول الله انا خلاص ابويا وامي ماتوا، هل بقي بقى شيء من البر بعد وفاتهما ولا لا؟ فقال له طبعا، اسمع بقى.
فقال له ايه اول حاجه؟ قال له الصلاة عليهما. الصلاة هنا بمعنى ايه يا استاذة؟ هو خلاص ماتوا، ماتوا، يبقى الصلاة بمعنى ايه؟ في كتير من الناس يقول لك لا صلاة الجنازة، لا هو ماتوا خلاص وانتهوا. وهو الراجل جاي بعد فترة بيقول لي سيدنا النبي ايه؟ فالنبي يقول له الصلاة. فالصلاة هنا بمعناها اللغة اي الدعاء، الدعاء لهما. طيب اثنين، والاستغفار لهما، اللي انت تطلب من الله عز وجل ان يغفر لهما. طب ثلاثة، شوفي بقى دي يقول ايه؟ وانفاذ عهدهما من بعدهما. شوف الوصية بتاعتهم ولو كانت فيها خير نفذها، ما تقولش لا خلاص. وينفاذ عهدهم من بعده. طب واربعة، إكرام صديقهما. إكرام إيه؟ صديقهما. يعني إيه إكرام صديقهما؟ شوفوا أبوك كان مصاحب مين، شوف مامتك كانت مصاحبة مين، حاول تبر الناس دي خلاص. طيب وإكرام صديقهما من بعدهما من الحاجات المهمة جدا، وصلة الرحم التي لا توصل إلا به خلاص. ولذلك سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في يوم من الأيام وجد أعرابية، فوقف عبد الله بن عمر له يكلمه طويلا حتى خلع عمامته وأعطاها له. فبيقولوا له ده مين ده؟ قال كان ودا لعمر، صاحب عمر، صاحب أبوه يعني. خلاص. وفي رواية تانية بقى اللي هو شاف ابن صاحب أبوه. وكان سيدنا عبد الله بن عمر راكب الحمار أعزكم الله، فراح نازل مديله الدابة دي ثم أعطاه العمامة، فقال إن أباه، مش هو بقى ده، أبوه كان ودا لمين؟ لأبي، كان ودا لعمر. طيب احنا معنا تليفونات، ناخد أول تليفون. أستاذ صلاح أهلا وسهلا. ألو. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. لو سمعت كنت عايز استفسر بس عن السوائل بتاعت البنوك. يعني أنا دلوقتي حاطط شهادة، تمام؟ تمام. وكل شهر بتطلعي مبلغ، فأنا عايز أعرف المبلغ ده، أنا يعني أنا بصرف بيه في حياتي، فعايز أعرف بس مدى حرمانيته. ماشي. حاضر يا فندم، حاضر يا فندم. سؤال مكرر وأصبح كأنه مقرر. بس في ناس برضه لسه يعني مش عارفين الإجابة لأنه بيحصل لخبطة. شوفوا انا دايما انا اصلا جاوبت في المساله دي كتير جدا يعني، وانا دي حقيقه مش كلامي انا، وانما انا ناقل لكلام العلماء. ففتوى الازهر ودار الافتاء ان شهادات الاستثمار حلال، شهادات الاستثمار حلال، والفوائد اللي بتطلع منها حلال. دي فتوى الازهر وفتوى دار الافتاء. ولو احنا بحثنا كده دخلنا شفنا على موقع دار الافتاء المصريه هنلاقي فتوى موجوده، فتاوى بقى مش فتوى واحده، يعني فتاوى كتيرة موجودة. ولو احنا رحنا سألنا في لجنة الفتوى بالأزهر هيقولوا لنا نفس الكلام تاني. هو يا جماعة فتوى الأزهر وفتوى دار الإفتاء المصرية بيقولوا شهادات الاستثمار حلال خلاص. عشان أنا يا جماعة يعني أنا عارف إن دي أسئلة الناس يعني، لكن واحد بقى أنا معلش أنا بقى واحد يجي عارفة اللي هو وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فيصعبوها بقى على نفسه. فيجي واحد بقى انا بخل مبزه، انت ايه انا شايف حرام يبقى حرام، انت حرمتها على نفسك، انت حرمتها براحتك بقى، حر بقى حرم على نفسك، ما توجعش قلبي يعني انا. بس يا شيخنا انتوا اصل الازهر. طب ما ايوه انا مالي، روح كلم الازهر، وروح كلم ادام انت عالم كده، روح كلم الازهر وروح كلم دار الافتاء المصري، مالكش علاقه بيا، هي حلال. طيب ناخد تليفون. رنا اهلا بيكي. اهلا بيكي، ازيك؟ ازيك يا حبيبتي، اتفضلي. الحمد لله. ممكن استاذنك اسال فضيله الشيخ سؤالين؟ اتفضلي. اتفضلي اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مصلك انا كنت عايز اعرف لو حصل طلاق وقت الحمل هل الطلاق يجوز ولا لا؟ طلاق، انت ايه رايك، يجوز ولا لا يجوز؟ انا رايي يجوز. طيب. السؤال الثاني، لو اثنين اخوات ولد وبنت عايشين مع بعض ووالدهم ووالدتهم متوفيين، هل نفقة البنت على واجبة على أخوها، وإيه حدود النفقة دي؟ ماشي تمام، ماشي يا حبيبتي، حاضر. شوفي هو في اول سؤال كتير من الناس بيسال السؤال ده، والسؤال ده انا ما اعرفش ايه يعني جابوه منين، جابوه منين. اللي هو طلاق الحامل لا يقع، او يقولوا كده طلاق الحامل طلاق بدعي. احنا عندنا الطلاق نوعين، اما طلاق سني او طلاق بدعي. الطلاق البدعي ده أن يطلقها الرجل في طهر مسها فيه أو أثناء حيض، ده اسمه طلاق بدعي. طب الطلاق ده يقع ولا لا يقع؟ رأي جمهور الفقهاء أنه يقع، وخلاف في الطلاق البدعي ده خلاف،
يقع او لا يقع هو يقع عندنا في مصر هنا، بنوقعه بناخد بيه خلاص، وممكن ناخد بالراي اللي هو لا يقع دي في الاخر خالص بقى، لما يكون يعني البيت خلاص استنفذوا كل السبل وكل الطرق ومفيش الا كده، فممكن ناخد بمثلا براي القاضي عياض عليه رحمه الله من المالكيه، وبراي شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله، يعني وراي سيدنا العلامه احمد شاكر. يبقى ساعتها كل واحد على قد الحاله بتاعته، على الحاله بتاعته. ولذلك في مسائل الطلاق بالذات احنا بنقول يا جماعه على الانسان ان يذهب الى دار الافتاء او لجنه الفتوى بالازهر. احنا عندنا في دار الافتاء موجوده، وعندنا لجنه الفتوى 230 لجنه فرعيه بخلاف اللجنه الرئيسيه، يعني عندنا تقريبا 231 لجنه على مستوى الجمهوريه بحالها. روح اساله وشوف وتعبه، مش انت لسانك طويل وطلقت، روح بقى اسال هناك واتعب بقى شويه في المساله دي عشان تعرف ان الله حق. خلاص كان زماننا مشايخنا كانوا يلففوا الناس كعب داير، وكانوا متفقين مع بعض كده، لما حد يجي يسالنا انا هبعته لك وانت بعته لفلان، وانت والتاني يقول له يا اخوانا اشد شعر راسي، وهو يكون اقرع اصلا اشد شعر، فتعب خلاص. ليه يا جماعه افتوني؟ فيعذبوه عشان يعرف يقول لك لسانك ده امسكه بعد كده، ما تحلفش تاني بالطلاق او تقول عليا اليمين وتعامل فيها راجل. ما انت دلوقتي فين المرجله بتاعتك دي بقى؟ فين الرجوله يا راجل اللي انت فيها دي؟ خلاص. احد الناس كان راح للمشايخ، لاحد شيوخنا يعني الله يرحمه يا رب رحمه واسعه، فكان يقول له مولانا رد لي اليمين. قال له يمين ايه؟ قال له كان اسمه رمضان يعني الله يرحمه. قال له ردني اليمين. قال له يمين ايه؟ قال له انا حلفت على مراتي بالطلاق. قال له يا رمضان ده رقم 32. قال له على الطلاق ابدا. يعني طول النهار هو على طول. احد كان لينا شيخ اسمه الشيخ زايد، فواحد بيقول له يا مولانا، قال له اليمين رقم كام ده؟ قال له والله يا مولانا عادته. قال له كام؟ قال له 93. قال له يا ابني انا ارد لك 92 مش عندي، ما اقدرش اردهم يعني. فالطلاق البدعي يقع. الطلاق السني بقى اللي هو ايه؟ اللي هو ان يطلقها الرجل في طهر لم يمسها فيه، بس هو ده الطلاق السني، ده واقع وده واقع. الطلاق الحامل بقى طلاق سني، محدش قلق ابدا يعني. سني. طيب عدة المرأة امتى بقى؟ حتى تضع الحمل. يبقى تعقد. طب هل يجوز؟ وهنا في كلام مهم جدا في المسألة دي، ان الراجل لان بيضحك على الناس بالكلام ده، اللي هو يقول لك يا عم ده طلقها وهي حامل، روح رجعها بقى وهي ايه عشان، وممكن يكون بعد ما يطلقها عند مأذون. ادام طلقها عند مأذون ما يرجعهاش الا بمين؟ الا بمأذون. ده يا جماعه بمأذون، مأذون عشان ما حدش بقى يضحك، ما هو المأذون عقد جديد عشان ما نضحكش على بعض. خلاص. فطلاق الحامل يقع قولا، فيها خلاف؟ لا ما عندناش خلاف في المسألة، قولا واحدا. طيب. المسألة الثانية بقى دي مسألة مهمة. السؤال الثاني ده، عارفة لما كنا نيجي نتكلم في المواريث، قالت أخو وأخته عايشين مع بعض وباباهم ومامتهم ماتوا، الأخ بقى ملزم إن هو يصرف على أخته؟ ما أنا هقول بقى الكلام ده. عارفة لما كنا بنيجي نتكلم في المواريث ونقول يا جماعة للولد مثل حظ الأنثيين؟ صح؟ مع ان البنت هنا مين الطرف الاضعف، البنت ولا الولد؟ البنت. ولو كان الدين بالراي لكان البنت هي اللي تاخد اكتر وتاخد ضعف الولد، والولد قوي ويتحمل وبتاع وما الى ذلك. قالك لا، اصل يوصيكم الله فين؟ مش للذكر، خلي بالكم، مش في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، هي مش مطلقه كده. يعني يجي يقول لك ايه ده الراجل بياخد ضعف المراه مطلق، نقول لا، ده هي محدده بالحته دي في اولادكم. فين يا أستاذة؟ في أولادكم. وأي مسألة تانية مفيش كده خالص، يعني مفيش للذكر مثل حظ الأنثيين إلا فين؟ لما يكون الولد. طيب ولذلك لما يكون ولد وبنتين، البنتين بياخدوا إيه؟ بياخدوا تلتين أهو. تمام؟ على أي حال خلينا بس نتكلم في المسألة دي. طب وهو بياخد الضعف ليه؟ يقول لي بقى إن شاء الله عشان يراعيها ويصرف عليها وياخد بالها منها. طيب هو النفقة بعد وفاة الوالد بتنتقل لمين؟ للعصبة. طب هو ده مش من العصبات؟ ده هو العصبة اللي بعد مين؟ بعد الأب. يبقى واجب عليه؟ أيوه واجب عليه. طب مقدار النفقة قد إيه؟ حسب الطاقة بقى، حسب الوسع. لينفق ذو ساعة من ساعتي، أنا ماليش دعوة. أنا واحد يقدر ينفق 1000، واحد يقدر ينفق 3، واحد ينفق 4، لكن تجب النفقة عليه. وبعدين لو أبوها مات، إحنا الحمد لله الدولة هنا عاملة إيه؟ موفرة معاش. موفرة مين؟ معاش. الولد بيشتغل وبتاع ما بياخدش، البنت يا عيني
اللي هي الطرف الضعيف ده بتاخد معاش، الدوله بتديها بقى الايه، بتديها المعاش. فيجي واحد يقول ايه، حد كان بيسالني، وده ما ينفعش يبقى ميراث يا مولانا؟ لو هو مش ميراث اصلا، لا مش هو مراس. اصلا مش ميراث، والزياده اللي بتيجي على المعاش دي اللي الدوله بتعملها دي للي بياخد المعاش، فمش ميراث وما تشتركش عليها، عشان لو اشتركت في المساله دي تبقى انت ظالم كمان واثم. يبقى هنا النفقه واجبه على مين؟ على الولد. تمام، انا بشكرك يا شيخ احمد في نهايه فقرتنا، ربنا يكرمك. شكرا ليك، ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل.